مين في رأيك بيعتبر نجم شباك؟ في رأيك أنا أقول إن أعتبر مثلا محمد سعد نجم شباك النهاردة. ليه؟ لأنه هو أكتر واحد بيدخل فلوس في الأفلام. إذا أنت وافقت خلاص على شباك التذاكر؟ ما أنا لازم أوافق، ما هو ده واقع. ما أنت بتقول لأ، مش شباك التذاكر هو الحكم على النجم. أيوة، ما هو مش ضروري يبقى نجم لامع وهو عامل أفلام بالشكل ده، نسخة واحدة من شخصية واحدة بتتكرر على طول. يعني لو بيعمل حاجات مختلفة وهو في إمكانه إنه يعمل حاجات مختلفة، وده اللي أنا بلوم عليه محمد، لأن محمد ممثل كويس ولكن حاطط نفسه في الكاركتر ده اللي مش عاوز يخرج منه. ليه؟ يعني أنت بعد ربنا يديله طولة العمر، بعد السنين دي كلها هتقول أنا عملت 50 فيلم نفس الشخصية؟ حرام. طب يعني أنت بتقول دلوقتي شباك التذاكر مش هو الحكم على النجم. أيوة. أمال إيه الحكم على النجم؟ مفيش حاجة بتحكم على النجم دلوقتي، الصحافة هي اللي بتحكم على النجم. النقاد هم اللي بيحكموا على النجم. النجوم كلهم بنشوف، حتى النقد بيخش في حاجات ملهاش دخل بالنقد، حاجات شخصية وحاجات لزعة وسن وحجم يعني حتى ده في عشوائية في الكلام يعني. مع الأسف. والنهاردة النقيب ولا في آخر ساعة ولا أخبار الحوادث، نقيب الصحفيين قايل النهاردة أو قريتها في الجورنال إن الصحافة دلوقتي كذب وخداع ومش عارف إيه، وده مش حاجة صح. إذا نقيب الصحفيين بيقول كده يبقى إحنا عندنا كده، إحنا عندنا مشاكل في ده. الصحافة، مش عايز أقول طبعا في صحفيين هايلين وفي ناس محترمة جدا، ولكن كمية الصحافة اللي بقت موجودة في خلال العشر سنين اللي فاتوا، وكل واحد لازم يعمل صفحة وجريدة ويملى عواميد، فأي حد بيكتب أي حاجة وحتى ما بيسألوش يعني الكلام اللي بيطلع فعلا تلات أرباع أو كسب، فده وحش. يعني أكتر نقد لازع قريته عن نفسك وضايقك؟ في نقد، هو مش نقد، هو حاجة كتبت أخيرا إن أنا في مسلسل رمضان في إيد أمينة، إن يسرى فرضتني على المنتج والمنتج كان جايب حد تاني بياخد سعر كذا، بس أنا عشان يسرى فرضتني عليه فأنا حصلت على المبلغ كذا اللي هو قد الممثل التاني بتاع أربع مرات. كل الكلام ده ما حصلش، كل القصة دي وهمية. كل القصة دي ما حصلتش وهمية، ما حصلتش. ويسرى موجودة والمنتج موجود وأي حد يسأله، فما حصلش الكلام. كنا سمعنا، احنا زعنا المسلسل يعني. مع الأسف. ففي حاجات فعلا ما بتتكتب غلط. طب لو قلنا لك رشح لنا مخرج من الجيل الجديد للواقعية ومخرج آخر للرومانسية. لا، أنا ممكن أقول لحضرتك على اتنين أنا بعتبرهم من أحسن اتنين في السينما. الجديد شريف عرفة وخالد يوسف. يعني يعملوا كل حاجة رومانسية وواقعية، متهيألي عندهم الإمكانيات أنهم يعملوا أي حاجة. وكل حاجة فعلا، وكل حاجة. طب خالد يوسف يعني تلميذ يوسف شاهين، ايه الفرق بقى بينه وبين يوسف شاهين؟ انت اشتغلت مع الاثنين. لا، خالد بيديك المساحه اللي انا بقول عليها. ولكن يمكن طريقته بتختلف، اكيد اخراجه بيختلف. يعني فرق، ولكن عنده نفس القوه في انه يمسك اللوكيشن. عنده القوة انه يخلي اللوكيشن دي تضحك، وعنده القوة انه يزعق في اللوكيشن دي ويخلي كل واحد يعمل شغل. دي موجودة برضو فيه. طب في فيلم خيانة مشروعة النقاد قالوا ان انت ما خدتش كل امكانياتك، لكن انت قبلت الفيلم علشان خاطر خالد يوسف. انا زي ما بقول او طول عمري بقول، انا كنت افضل ان يعني غير يقولوا ده ممثل بيقف مع الجيل الجديد وبيسنده وعاوزه يطلع. انا جمع لغايه عندي انا وبقيت انا الكخه. ليه؟ لما اشتغلت مع علاء ولي الدين الله يرحمه برضه فيلم الناظر صلاح الدين، قالوا ان انا بقيت يعني سنيد لعلاء. انا شايفها بطريقه تانية طبعا. انا مش ضروري ان انا عشان ابقى نجم
أبقى بعمل بطولات فقط لا غير. آه. وده كان قصدي كمان برضو يمكن عملتها السنة دي في مسلسل في أيدن أمينة. أيوه. أنا عندي مسلسل تاني بطولة. أيوه. مش عيب إن أنا أشارك زميل أو زميلة هو عاوزني معاه في مسلسل. الشخصية كمان بتاعتك. شخصية. بالظبط. أنا بعمل حاجة كويسة في مسلسل بتاع زميل إيه. هل ده بقى عيب؟ ده ميزة. النهارده بقى عيب. ده تعاون. لا بقى عيب. لا بقى عيب. يعني معظم الصحافه مش عاوزانا نبقى كده. عاوزين يبقى ده لوحده وده لوحده عشان يدوا ده اسم ويدوا ده اسم وبعدين يخلقوا مشكله بين الاثنين وبعدين يكبروا المشكله وبعدين يبقى ما فيش مشكله ولكن يكتب عن المشكله ويملى صفحاته ويملى الجرايد بتاعته وانتهينا. وما حدش بيحاسب. ده اللي غلط برضه. طبعا. بس. طبعا. طبعا. انا كويس قوي ان حضرتك موافقاني على كل لا حاجة. لا لا ده صحيح. ده انت بتقول كلام صح. انا بقول عليه لانه حلو.